يا مستر مهرج، دي واحدة بس، هو المايكروسوفت ايج يا حتى المس دلوقتي، بس هي اللي عملت الريكوردينج، كانش افيلبل ات ذا بريفيوس تايم بات ناو. احنا المفروض نبدأ يونت 4 يا يوسف، صح؟ مش كده؟ يوسف؟ ايوه I think unit 4 is now available for both of us. D5 travel. ما خدناش احنا 4 لأن طبعا القصتين اللي فاتوا أو اللي كانوا cancelled ما نقدرش نحكم على أنهم. فاحنا كده هنبدأ في بداية يونت 4. انت عندك الكتاب، ممكن تقول لي صفحة كام عندك؟ انا بقى اهو بفنط حاجة راجع يعني. زي ما انت شايف كده اهو، اتحملت عندك. يس باست كونتينوس احنا خدناه، مش الماضي المستمر ده خدناه يوسف؟ باست سيمبل باست كونتينوس تمام. اوكي الباست كونتينوس بتكون من ايش؟ was plus was where plus plus verb plus والاي ان ing. جي yeah. دايما بنستخدمه لما نكون يوسف عايزين نتكلم عن حدث كان بيحدث في وقت معين من الماضي. بسألك بالعربي، كنت بتعمل الساعة 5 امبارح؟ ايه يا مستر؟ كنت بتعمل ايه الساعة 5 امبارح؟ بصلي الفجر يا سي بقى، يبقى ده ماضي مستمر كنت بتعمله في وقت معين في الماضي، عشان كده ده اسمه ماضي مستمر. As for me, I was watching TV at 5 o'clock yesterday. أنا كنت عايزة نفسي الساعة 5 كنت بشاهد التلفزيون. Ali, my friend, was praying in the mosque at 6 o'clock yesterday. يبقى الحدث اللي انت بتعمله كنت في وقت معين من الماضي هو ده اسمه الماضي المستمر. لازم يبقى فيه حاجتين، وقت معين من الماضي was or were plus verb plus ing، والحدث ده بيجي وراه زي ما انت شايف ing، لان ما اقدرش اشتغل ب ing بدون was or were، ما اقدرش اشتغل ب was where بدون ing. لازم الحته التانيه بقى في الماضي المستمر يكون في نقطتين، نقطه في الماضي ونقطه في زمن معين. يعني ما ينفعش اقول يوسف was playing football yesterday كده خطا، ما اقدرش اقول يوسف was playing football at 5 o'clock كده خطا، لكن الصح اقول يوسف was playing football at 5 o'clock yesterday. Do you understand me؟ ليه بقى؟ لأن هو الحدث الماضي المستمر عبارة عن حدث كان بيحدث في وقت معين من الماضي. وقت معين منين؟ من الماضي. يعني نعم. الوقت ده الوقت ده لو خلص خلاص مفيش أي مشكلة. ماشي؟ ماشي. We were having a picnic. While I was playing football, I broke my leg. While we were having a picnic, it started to rain. دايماً while بنستخدمها مع الماضي المستمر يا سيد يوسف، وايل معناها بينما، ودايما بيجي وراها ايه؟ ماضي مستمر وراها ماضي بسيط. هو الصراحه وايل مش بس وايل بس اللي بتبقى كده، لا انا هفتح لك ورقه وورد دلوقتي وهقول لك انه ممكن تبقى في الجمله بتاعتك في عندك حاجتين اتنين. الحاجه الاولانيه وايل واز وجاست از، هم كلهم الثلاثه معناهم بينما. طب وبعدين بيجي وراهم ايه الثلاثه؟ التلاتة بيتعاملوا مع أساسك إنك أنت بيجي وراهم ماضي مستمر اللي هو was where plus ing، وبعدها بيبقى يا حبيبي في ماضي
البسيط اللي هو أخدناه قبل سابق التصريف التاني للفعل بإضافة دي أو إي دي أو أي إي دي. طب إيه العلاقة بينهم؟ نشوف كده لحظة الوورد لحظة ونشوف هنعمل إيه. أقولك على الوورد دلوقتي، ركز معايا في الصفحة. يس يوسف، وأعمل لك شيرنج كمان أهو. شايف الصفحة البيضاء؟ أها، لا يوش لسه ما حملش. صفحة بيضاء بتاعت وورد. أه. إيه؟ إيه جت عندك؟ باينة لسه صفحة ايوه بيضاء. أه، زار أدي وايل دبليو اتش أي ال إي، تمام؟ أو حتى أس إي أس، أو حتى just as جي يو اس تي اس، كلهم دول بيجوا وراهم سيدي الفاضل، بيجوا وراهم اهو الماضي المستمر اللي هو اسمه past continuous او اسمه ماضي مستمر. ده طبعا شيء مهم جدا. اها، لحظة أعمل لك كده أهو. وبعد الماضي المستمر يوسف بتلاقي الماضي البسيط موجود بره، ماضي بسيط. هو ده العلاقة بينهم هما الاتنين. المثال بيحسم لما أجي أتكلم أقول لك يا سيدي الفاضل while w h i l e while، تمام؟ I was reading بينما كنت أقرأ a story story بينما أنا كنت بقرأ قصة، تمام؟ I fell asleep رحت رايح في النوم. I fell f e l l asleep a s l double e b. هو ده الماضي المستمر. مثال تاني أخليها لك في النص، مثال تاني أخليها لك في النص، تبقى مثلا هقول as أو حتى بنت عمها اللي أنت شايفها دي اسمها just as JUST. أها، just as they هما، أي حد بقى تعرفه أنت، were بينما هما كانوا having lunch HA أهو HA VING lunch LUNCH. اللي حصل لازم الكوما سيدي، بينما هما كانوا بتناوله، تمام، الغداء مثلا. هقول I came، أنا جيت. إيه بقى عمتي بتحب إيه؟ لو عايز تخليها في النص هتبقى I came CAME، تمام. مش هنحط فصلات لأن هي موجودة في النص بالطبع. هقول while I، تمام، I came while they THE why بينما هما were WERE having lunch. أعتقد الجملة واضحة جدا والمعالم بتاعتها واضحة جدا يا يوسف. ممكن جاست كمان نيجي وايل. وايل قالت أنا في حاجة كده عايز أعملها، هي طبعا زي ما أنت شايف كده مش عاجباها إنها تتساوى أهي، مش عاجباها إنها تبقى كده. فهنقول إنه ممكن يجي ورا while w h i l e w h i l e verb plus ing على طول، verb ing verb ing. وتلاقي من الناحية التانية سيد الفاضل على طول هتلاقي ماضي بسيط أهو. إزاي؟ أقول لك مثال مثلا while w h i l e reading r e d i n g reading S T O R Y أقرأ. أوه بكتب حاجات عارف. بتكتب بالعربي أيوة yes 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 I know I know I I'm sorry it's my fault I haven't changed the keyboard yet don't worry. أهي سيد الفاضل، هنكتب إنجلش ولا يهمك. أقول while أهي، بس هتشيل الحاجة دي كده أهو. يعني أقول while مفيش فاعل يس W I L D E while أقول having lunch h a v i n g lunch l u n c h. اللي حصل أثناء تناول الغداء having lunch I، تمام، came
جيت لهم بقى. وممكن وايل كمان يا يوسف، الحتة الجامدة دي دبليو اتش اي ال اي دي بتاعت الثانوي بقى، بيجي وراها اتنين ماضي مستمر. يعني ايه بقى؟ تحط ماضي مستمر يا حبيبي وتجيب ماضي مستمر اهو، ماضي مستمر، وبعديها تروح حاطط ماضي مستمر تاني كمان، عادي اتنين ماضي مستمر، ماضي مستمر، وده يبقى الحدثين كل واحد في حاله. يعني أنا هقول لك while w I'm sorry أهو أهو w h i l e sorry w h i l e إيه ده؟ أهو إيه ده؟ في مشكلة هنا، آسف لازم تبقى بالصوت. أهي يا يوسف ظبطت الأمور. وايل ماضي مستمر، لارا بنوتة حلوة اسمها لارا، اسمها لاترا. لارا كانت بتعمل حاجة، was reading story، كانت بتعمل reading story s t p o r واي، بينما كانت بتقرأ قصة. سلمى صاحبتها من الناحية التانية، سلمى أختها أو أي حد يعني، كانت بتعمل حاجة تانية ملهاش دعوة، was sleeping s l e double b sorry s l double e p i n g كانت نايمة. بص على الجملة كويس، هتلاقي في اتنين ماضي مستمر يا يوسف، لارا ووز، أعمل لك ليها color أهو. لارا كانت بتعمل الأكشن ده، مفيش مشاكل فيه، والناحية التانية سلمى كانت بتعمل الأكشن ده. كل واحد زي ما قلت لك بيعمل حاجة بعيد عن نفسه، و بس كده. يعني لما خلاص فهمتني ولا لسه؟ تمام نشوف اللي بعديها. الصورة واضحة. أهو. يلا يلا ماشي أوكي. الماضي التام، ما هو الماضي التام؟ هو حدث وقع في الأول بعد منه حدث تاني. يعني أقول مثلا I had studied then I slept، يبقى أولا إن ذكرت وبعدين نمت، هو ده اسم الماضي التام، بيتكون من had زائد الصفة الثالث للفعل. ومعروف جدا إن الحدث بتاعه هو الحدث الأولاني اللي هو الماضي التام أهو، had زائد الصفة الثالث للفعل. مثال يا يوسف، she did يعني she had، she did يعني she had، she left when I got there، هي مشيت لما أنا وصلت، أو I went to the party there had been food. تمام، يلا نشوف اختياراتنا بقى. as soon as بمجرد، ودبنا دايما بيجي وراها، as soon as he closed the door he realizes that he كان أدرك إن هو في حاجة قبلها، was leaving ولا left ولا had left ولا has left؟ Who's living? No had left. He is eager to this. لازم بعد as soon as ماضي بسيط، لكن هنا عشان في حدث اولاني اللي هو مجرد ما رحت اوضه او قفلت الباب، نمرة اتنين ادركت الاولاني ان انا ايه المفاتيح نسيت، فاول حاجه عملتها نسيت المفاتيح. They got to the cinema 10 minutes after the film. No. Add lift. Yeah. Add They start. got to the cinema 10 minutes after the film. Huh? Add start. How to start. My mobile didn't work because I know how to change it. Add forgotten. Allah. While I my lessons, the light went out. I had studied. No, ماضي مستمر. Where's the study?
while I was studying my lessons. I not my money while I was running home. هضرب تمام. Not they were fighting, we escaped through the back door. after Yeah. I thought the film was good while I not it, but now I am not sure. يوسف من فضلك يلا آه. هسيبك تخلي مع نفسك سبعة وت... سبعة وثمانية وتسعة وعشرة علم عليهم عندك آه. الشباب دايما في الشوارع من بيت الأكل والأنيميا والضحك والعلم، ما هو الشباب هيطلع شباب عيان يا ماما، على كله مهلك صح. بس كان كل لبن تمام يا مستر، خلصت. تمام يا سلام، خلصت. أول واحدة تبقى هات وتشد، ثاني واحدة هات ضم، يا يوسف لا يا يوسف لا يا يوسف لا يا يوسف سبعة غلط سبعة غلط سبعة غلط فوز وتشد. سبعة غلط يا يوسف تمام. I saw the film was good while I واتش was watching. تمام. نمرة ثمانية هاد دون had done I knew I had done something silly okay ثمانية صح تسعة while I was looking for my tennis balls I found while I was looking for my tennis balls I found While I was looking for my tennis balls, I not found had found, okay, not found the bus, not the bus. When my down. friend, lemma, my friend went, arrived, we know a party. Was having When my friend arrived, had what you we are we had had عملنا حفل I didn't hear the phone ringing as I
هاد أنا ما سمعتش التليفون لأني كنت بعمل حاجة تانية. هاد لا كنت بعمل حاجة بقى. I was having. خلي بالك. يلا. I was working. أنا في 12. I broke my leg while مفيش فاعل. خلي بالك مفيش فاعل. وايل فاعل. طب ناخد ايه؟ playing football. يس يس يس. ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. ها اللي بعديها. يلا اللي بعديها. I was walking down the street when it started to rain. Had start. Was starting. I knew we had met. لا بس I was walking ماشي لما started. Very good. 14. I knew we before somewhere. Had met. مظبوط. When I got to the sheet I realized I know his address right with me. I hadn't good. Yes, when I got to the street, I realized I hadn't brought his address with me. Okay. The match when we got there, so we didn't watch it all. طبعا احنا ما حضرنا. يس انه بدأ. had started. يس very good. as soon as مجرد I heard I turned on the TV for the big game. ماشي. I've got. what were you doing What were you doing when I knocked the doorbell? Ring. When I rang. When I rang, number three. كنت بتعمل ايه لما انت شفتك عملت ايه؟ اللي بعديها. I the lesson because I wasn't playing paying attention. I didn't. I didn't understand. Okay. After she, the paper, she went to bed. After reading, She had read. يلا نشوف. His parents came to stay all this house. ديفيد went away to work. أحط وين يعني؟ Yeah, you have to put on in the وين middle of. ديفيد No, وين no, no. Hey, hey. When small ولا كابتن اتفقت معاك على الموضوع ده. سمول يبقى لازم تحطه في النص. لأن الكابيتال ليتر فقط حطه إن في الأول. لكن طالما ال W بتاعت وين سمول يبقى تبقى في النص. ال W كابيتال تتحط في الأول حسب البنك فيش اللي احنا عارفينه. ديفيد went away when his parents came to stay at his Good, home. good, good, good. That's a good answer. David went away when his parents came to stay with. Okay. Number two, the phone started ringing. Sama ran and sat next to the phone. حط as soon as.
يلا. as soon as the phone. هاي هاي يوسف، المرة الثالثة بقول لك ال A small. You should put it in the middle. طيب. يس تفضل. The phone starts ringing as soon as Samaran. صح يا مستر. ايوه تمام، أقول اللي بعدها. قول. I answered the question more before that I studied my lesson hard the day before. I answered the question well as لا before. لا 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 لا، وحط as small ولا capital؟ small. اوكي خلي بالك معايا، انا جاوبت الاسئله كويس قبل ده. I studied my lessons hard the day before، يبقى as وراها ايه؟ زمن الاستمراريه. ما هي as وجست as وwhile، الثلاثه بيلعبوا في دايره واحده. اوكي تمام. يلا أول رقم 4. The whole light came on. She was parking their car. The whole light came on. She as parking his car. The whole light came on as she was parked. تمام. While I was playing tennis, I fell to the ground. When I was playing Why? tennis, لا when هو I عايز وين؟ fell عايز وين؟ وين دي بقى؟ نص ولا كابيتال؟ كابس لا بص عليها كويس small بقى. small تمام. يبقى قبليها ماضي مستمر، بعديها ماضي بسيط. ها يبقى قبليها ماضي مستمر، بعديها ماضي بسيط. While I was playing tennis, I fell to the ground. لا يعني انت هتحط وايل وتحط وين؟ انت هتشيل وايل وتقول I I was was playing playing tennis when I tennis. fell. تمام. When I fell, To the ground. I was playing tennis. إن لو كانت بقى إيه، يعني أنت كده اتلخبطت الدنيا، لأن أنت لازم بعد وين تحط ماضي بسيط اللي هي fell، فتبدأ جملتك تشيل while I was playing tennis when I fell to the ground، كده تبقى صح. فعشان نحط ماضي مستمر بعد وين، بعد وين لازم ماضي بسيط. She saw a car accident. هي شافت حادث عربية. At the same time she walked down the street. While capital ولا small؟ يبقى تحط في الأول ولا في النص؟ في الأول. أول يبقى ها while while she saw a car accident. انت متخيل ان احنا ممكن نحط يا يوسف بعد وايل سو فعل ماضي اللي هو لا شافت سي حادثة؟ لا يا يوسف ركز معايا انت النهارده، بس غالبا عشان الدور البرد التركيز يمكن اقل شوية. هي شافت حادثة عربية في نفس الوقت، يعني في حاجة بتحصل اللي مشيت فيه في الشارع. While she was walking down the street she saw a car accident.
بينما كانت تمشي في الشارع شافت حادثة. تمام. اللي بعدها بيقول the dog start. لا، the bag The started. dog Dog start. started. Started يعني إيه؟ بدأ. أوكي، هتاخد ده كله واجب يا يوسف، محتاج كمية كبيرة أوي من الواجبات أنت في الدرس ده بصراحة. تمام. ده هوم ورك كبير أوي. والفوكابلري، اندستري، دريم، الـ IT، تشالنجينج، بعدها earn money، will pay a job، a university degree، it's fascinating، competition، career، opportunity، rewarding job experience. كمان عندنا advertisement، هي يمكن مش واضحة بس أنا بقراها لك بحكم إن أنا عارفها. interview، حاولش تقولها enter، interview، fill it in، CV دي اختصار عن كلمة حلوة اسمها curriculum vitae، application form. هتلاقي كمان full time job، unemployed، وفي كلمة part time job، trainee، resign، وكلمة apply for a job، apply for a job، وبعدين apply for a job qualifications، وكلمة employer. يعني ايه employer؟ معناها صاحب العمل. في ساين، في ساين، في كونتاكت، كونتراكت، اها، اوتوغراف، ايجنت، ايه دي؟ مش باينة خالص صدق، بس هي تقريبا انفلوب ولا ايه؟ انا مش شايفها خالص والله. طيب حاول تشوف عندك في الديكس، تو ستريس، والتانية برضو تو امبروف، وضحت اوفر تايم، ذا برايس يو باي، ذا برايس يو باي، يس، تيك سام تايم، سيلف يور سول، ليت يو داون، بابليك، بابليك ايه؟ يا مستر، سي، انت شايفها لا حاجة يعني مش عارف اقراها. ميك ذا تشارتس، يعني ما فرقتش كلمة او اتنين من الواقع ده. دول بس الحفظ اللي عندك، وكده ان شاء الله نشوفك. يسر لك الحال، صلي العشاء كده وربنا ييسر لك الحال. شكرا يا إن يوسف شاء الله. على، شكرا لوجودك، شكرا لاستماعك للحصة. سلام عليكم. سلام عليكم.